وبقول إن شاء الله بإذن الله دي مباراة مهمة جدا، لابد من أحد الفريقين إنه يتأهل، فمباراة صعبة، مباراة قوية، استعدينا لها استعداد قوي واستعدينا لها استعداد جيد، وإن شاء الله بإذن الله نحقق أملنا وطموحاتنا اللي إحنا جينا من بعيد، فأصبح الأمل دلوقتي مرتبط بأدائنا وقتالنا داخل الملعب، وإن شاء الله يكون الفوز من نصيبنا والتأهل إن شاء الله يكون من نصيب الأخضر إن شاء الله. يمكن أولا الحمد لله والشكر لله، يمكن منذ توليتي المسؤولية في فريق الأخضر والحمد لله النتائج إيجابية بفضل الله سبحانه وتعالى ومجلس إدارة محترم ومجموعة رياضيين على أعلى مستوى من الناحية الفنية والأخلاقية، اشتغلنا كويس، تأهلنا زي ما حضرتك قلت لنهائي كأس ليبيا، قدرنا أن احنا نفوز على مروم وبطل جنوب أفريقيا بربعية، والنهاردة إن شاء الله بإذن الله احنا جايين من بعيد زي ما بقول لحضرتك، يمكن كانت فرص التأهل للأخضر كانت بعيدة بعض الشيء، إنما الحمد لله والشكر لله الأربع نقاط اللي احنا حصلناهم في المباراتين الأخرتين ادتنا أمل، وزي ما حضرتك بتقول هو ما فيش غير فرصة واحدة بس لنا إن احنا نقاتل على حظوظنا ونحقق المكسب اللي احنا جايين علشانه، وإن شاء الله بإذن الله يكون التأهل من نصيبنا. اما بالنسبه لل يعني الحاله المعنويه اللي احنا موجودين فيها احنا هنستغلها ان شاء الله باذن الله، لان اللعيبه الحمد لله في حاله معنويه زي ما حضرتك قلت عاليه جدا، احنا هنقاتل على حظوظنا في الاثنين بحيث ان احنا نحاول ان احنا ما فيش مرمانه يخش فيه اهداف، وان احنا نحرز الاهداف في اي وقت، لان طول ما انت محتفظ بنظافه شباكك في اي وقت في المباراه فانت قادر ان انت حتى لو في الوقت الضائع ان انت تقدر تحرز هدف، وده اللي احنا هنعمل عليه ان احنا هنشتغل بطريقه منظمه شويه، فلا هيبقى فيه دفاع كامل في الناحيه الهجوميه على حساب الجزء الدفاعي، ولا هيبقى فيه دفاع قوي على بحيث ان احنا على حساب الناحيه الهجوميه، فالعمليه بتبقى فيه محتاجه بعض التوازن يعني.